إذا هذه صفة من صفات أهل الإحسان، يقدر بنا أن نتصف بها. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. هذه الصفة الثانية من صفاتهم، إذا سمعوا الحق يقبلونه، من صفات أهل الإحسان قبول الحق وعدم رفضه وعدم الإعراض عنه وعدم المكابرة عليه. فالحق أكبر مني ومنك ومن كل أحد، فينبغي أن يكون مرمى أحدنا هو الحق، وما ترى الحق يقبله ويسلم له. وهذه في الحقيقة صفة عظيمة، للأسف كثير من الناس يخطئون فيها، كثير من الناس لا يروضون أنفسهم للاتصاف بها، وهي قبول الحق حتى ولو كان على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويل للمطففين، ما هي صفاتهم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا ليس في التجارة والبيع فقط كما قد يتبادر إلى أذهانكم، أنه يكون تاجرا صادقا أمينا يكل بميزان القسط يوفي للناس كما يوفي لنفسه. هذه نعم خصلة عظيمة يجب على التاجر أن يتصف بها، ولكنها لا تقتصر على الكيل والميزان الحسي، بل الكيل والميزان المعنوي أولى أن يراعى فيه هذه الصفة. كيف أستطيع أن أروض نفسي وربي نفسي أنني أكون مع الحق لما يكون لي أو يكون علي، كما أريد أن يوفيني الناس حقوقي أوفي حقوق الناس، كما أحب أن يعتذر لي الناس إذا أخطأوا أعتذر إلى الناس، كما أحب أن يعفو عني الناس أعفو عن الناس، كما أحاسب الناس أحاسب نفسي بل أشد. ويل للمطففين، شوف الوعيد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عندما يكون لهم الحق يأخذونه وافيا، حق يا أخي هذا، من حق يقول كذا، من حق يطالب بهذا، باقي شيء عليك. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، عندما يكون الحق عليهم بعكس ذلك تلقاهم يتهربون، يلتمسون الأعذار، يختلقون الأعذار، يعلم أنه مبطل ومع ذلك يدافع عن نفسه، ينتصر لنفسه بالحق والباطل. أين ذهبت صفة الإحسان؟ إذا الإحسان ليست كلمة، ليست معنى سهل يسير، ومعنى عظيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، خلاص الحق جاءنا، ظهر للحق، لا مجال للخصام أو الجدال أو المنازعة بعد ظهور الحق. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه صفة ثالثة من صفات أهل الإحسان.